نبدأ بتذكير بآيات قرآنية، تذكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن مسألة أن يتعرض الأفراد والجماعات إلى فتن وابتلاءات، هذا قانون. قانون أحسب الناس أن يتركوا. ولكن جيد التنبيه بأنه الفتنة سبق أن بينا معنى الفتنة، ولكن نذكر بآية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الفتنة ممكن تكون بخير، ممكن تكون بشر. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. حتى لما بيثيب، حتى سبحانه وتعالى عندما يثيب الناس في الدنيا، هذه الإثابة في حد ذاتها أيضا هي فتنة. سبق تحدثنا في معنى فتنة. إذن لا يترك الناس حتى يكون في اختبار وابتلاء، مش هيك؟ وتخريج، ويميز الله الخبيث من الطيب. هاي واحد نذكر إذن به. قضية ثانية: أم حسبتم، الآن الكلام أحسب الناس كان في الآية، الآن أنتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ كأنه يعني إيش المسألة بلغت؟ كيف لما بلغت القلوب الحناجر؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قريب لما الله سبحانه وتعالى يريده قريب. قد يستبعدون الناس نتيجة النظر في الواقع، الناس ممكن أحيانا ضغط الواقع يشعرهم إنه الأمور بعيدة. لا، إذا أراد الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يكون هو قريب. ثم إيش معنى النصر؟ يعني برضو تنصرك أنت كفرد يعني، ولا تنصر الأمة، ولا الفكرة يعني؟ لأنه مرات أصحاب الأخدود لما تعرضوا للقتل والتحريق كان نصر للفكرة. الفكرة والدين هذا منصور حتما، والأمور ماشية، وما يظن الناس شر بيكتشفوا فيما بعد أنه خير. لكن أنت مختبر ومبتلى، أنت عبد الله سبحانه وتعالى بيجزيك حسب إيش الاختبار والابتلاء والفتنة. إذن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هي خلوا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أنتم ملاحظين؟ هذه قوانين. ثم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس.
تتقلب وتنتقل من حالة لحالة ومن كيف لكيف أحوال البشر، ناس فوق ناس تحت، ناس تحت ناس فوق إلى آخره، مجتمعات منتصرة مجتمعات كذا إلى آخره. هذا قانون، إن يمسسكم قرح، الآن طبعا بدناش نفصل في المعاني إلا شوي، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها للناس، وتلك الأيام نداولها، ما هي المداولة تكون بين، إذن المداولة تكون بين، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله. الآن بده يظهر، وسبق أنه قلنا العلم علمين، علم القضاء وعلم القدر، علم ما قبل الوجود وعلم عندما يكون موجود، تمام؟ فالله يعلم قبل الحصول ويعلم عند الحصول، هون عند الحصول. وليعلم الله الذين آمنوا، لحظة، إذن هون بتبين في قضية، لحظة، إن يمسسكم قرح وقضية المداولة يتبين ما يلي: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ايش يعني لا يحب الظالمين؟ يعني محسومة في الأخير مصائر الظالمين، دنيا وآخره.